السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد فيكم سأل نفسه قبل كده ازاي مفتاح الغلاية اللي احنا بنغلي فيها المية بيفصل بشكل اوتوماتيك لما المية بتغلي؟ شايفين القطعة اللي على ايدي دي يا جماعة؟ القطعة ديت قطعة ثنائية المعدن بتبقى موجودة اسفل المفتاح. لما المية بتغلي ودرجة الحرارة بتوصل للقطعة ديت بتبدأ القطعة اللي شايفينها اللي في النص ديت اللي هي عاملة زي التبة اللي في النص دي بتبدأ تنحني لأعلى فترد المفتاح لورا فيفصل. القطعة ديت ثنائية المعدن، هي دي اللي بتفصل المفتاح.